اضطريت اتجوز جواز مصلحة، راجل قد ابويا، قلت هطلع لي بقرشين ادفعهم مقدم التاكسي، هيجيب له في اليوم يجي 50-60 جنيه اصرف بيهم على عيال الغلابة دول. أمو نصبوا عليا يا جود. نصبوا عليك ازاي؟ واحدة واحدة كده فهميني. عمرك سمعت عن واحدة اتنصب عليها في خشاء البكارة؟ خشاء ايه؟ خشاء البكارة. قصدك يا نهار اسود، هو النصب وصل لحد هنا؟ كنت بشتغل في شقة في العجوز، شغالة يعني. جه السمسار وقال لي جايب لك عريس بعقد عرف 20 يوم ب20,000 جنيه. ده اليوم ب1,000 جنيه؟ بالظبط كده. ده مش عقد عرف بقى، ده عقد إيجار. عريس مقرف معدي 70 سنة. خذي هادي يا قمر الزمان. ايه دي يا ابو طلال؟ هادي علشان ما تحسين بشيء. يا ويلك مني، قطة صغيرة هي كلها أسد. ها وطلع أسد ولا حرمه؟ ده لعب 60 كلب نصاب. أتاري الحباية اللي اداني دي كانت حباية منومة. أبو طلال، أبو طلال طفش. يا لهوي، طب وفلوسي؟ ربنا يعوض عليك. اتنصب علينا يا هناء، لا دفع إيجار الشقة ولا دفع فلوسي، هنعمل إيه طب وليه؟ وطبعا لا بلغتي ولا عملتي حاجه. هبلغ اقول ايه بس يا جود؟ طب يلا بينا. على فين الوقت؟ هجيب لك حقك. يعني ايه معقوله الناس بوصل لحته فلانيه؟ هو ده يوسف السمسار، ودي ام سمسم مراته، جوده جوز اختي. اهلا يا اخويا. تشربوا ايه؟ نشرب 20,000 جنيه ووقتي. بتوع ايه؟ هي ما بقتش خايفه من حاجه، كلنا عرفنا الحكايه، فيا اما تدفع يا اما نطلع كده كلنا على النيابه برابطه المعفن. ما ياكلش الكلام ده معايا، اشوف لك حوار تاني. اعمل لك ايه؟ الزبون هرب. لا ده نصب، دي قضيه نصب. لا نصب ولا غصب، برضاها ماضي عقد عرفي والعقد ده عندي. لا ده انا طربه الدنيا، انت تعرفش انا ممكن اعمل ايه؟ تعمل ايه يعني؟ اسكت انت. حاضر يا حبيبتي. بقول لك ايه يا اخويا، بالشبوره اللي انت داخلنا فيها دي روق كده. انا على العموم عندي حل يرضي جميع الاطراف. حل ايه؟ اقعد بس واستهدى كده، اقعد. انا عندي عريس يدفع اكتر، بس شرطه تبقى بنت بنوت. بنت بنوت ازاي يا اختي بعد اللي حصل؟ مش مهم، نديها غشاء صيني. هو ده كمان الضرب؟ يعني دلوقتي وانت بتجهز البيت تجيب لها طقم صيني وغشاء؟ سترة ده ما فتح بيوت يا اخويا. وده بقى في منه مقاسات يعني لارج واكس لارج ولا كله ميديان؟ يا اخويا بلا صيني بلا نيله، هو في احلى من بلدي؟ ده البلدي يوكل. انا بجيب الحمامه واتبعها واخد حته من جلد رقبتها واعملها زي الكيس كده واملاه بدم الحمامه واحط جواه. جوه الحمامه؟ جوه العروسه. ويجي العريس يدخل ينبسط يدفع نقبض. يا بخت من وفق راسين في الحمام. مو انت يا عم داخل علينا نافش ريشك وعايز 20,000 جنيه؟ انا هدفع 30، 20 للفرخه و10 للديك. قلت ايه؟ ونضمن منين انك المره دي ان شاء الله هتدفع. اخلص يا بنت. انت بقول لك ايه، ما حدش قبل كده قال لك انك قوات؟ الشتيمه دي؟ لا دي مش شتيمه، دي معناها انك معرف الناس ببعضيها. طب نزل ايدك. اخرس انت. حاضر. بقول لك ايه يا اخويا، ده جواز رضا وقبول، يعني حلال. قلت ايه؟ طالما حلال ما تدوا ام سمسم رقبه الحمامه وتظبطوا انتوا المصلحه دي مع بعض. يا ريت ينفع معاها. اه صحيح، دي عايزه رقبه ازازه. ما تلام نفسك يا جدع انت. لا كده بقى هتلاقي منطاد. السلام عليكم. اهلا اهلا بوش السعد من هنا. ازيك يا خالد؟ ازيك انت حبيبه خالد؟ ازيك يا بنات خالد؟ ازيك يا عبد؟ خد خد هات حاجه ساعه جري. مش لازم يا خالي وانا غريبه. اه كل من خيرك يا فوفه. ربنا يخليك. ازاي يا ابويا عامل ايه؟ زي القرد قاعد في البيت ما بيفرقوش. طب وهناء والعيال؟ اه انت بخليهم عايزين حاجه؟ ها معقوله؟ دي البت هناء بتدعي لي كلها العظيم. اسكتي، مش انا الشهر اللي فات وانا بديها الظرف ابوكي كان هياخد باله وكنا هنروح في مصيبه؟ يا لهوي، وبعدين؟ ربنا ستر الحمد لله وعرفت اداري الموضوع. الحمد لله. ما هو اللي بيعمل خير ربنا ما بيفضحوش ابدا. خالي مش هوصيك على المصري. عيب في عيني. الله، ده ابن الغاليه اللي مش مخلياني محتاج حاجه. تقول لك يا فوف النقطه هناك بالدرار. ها هبعت لك مصاريف اكله وعلامه وشربه. وعلى فكره انا نقلته في المدرسه الخاصه اللي على ناصيه الشارع.
عارف. هبعت لك كمان مصاريف اخواتي ومصاريفك انت كمان. بس خالي اوعى الواد. بقول لك ده الغالي ابن الغالي. الله تعالى يا مصر تعالى. حبيبي. طب بقول لك ايه؟ ابعتي كل اللي انت عايزه تبعتيه ما عدا مصاريف المصر. ده يتيم ومصاريفه عليا. ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه. الله يطمن قلبك. الله يطمن قلبك. روح يا بنتي، روح وتبعتي بالسلامه حبيبتي. طب اتكل انا بقى على الله عشان نلحق الطياره. روح يا بنتي، مع السلامه. مصري ما تخافش يا دنيا، انا مش هتاخر عليك وهكلمك يوم يوم لا على الموبايل. ها خلي بالك عليه، ما تعيطش بقى يا مصري، ما فيش راجل بيعيط عشان خاطر يا دنيا، ما تقطعش قلبي. يلا لا اله الا الله. امك سايبه معاك فلوس يا ده مصري؟ ها؟ طب روح هات ورقه معسل، اجري اجري. ولا دي فرحت هنا من امتى؟ يجي من 5 سنين كده. اقعد اقعد اقعد. كازينو الشاطئ السياحي واليوميه كام؟ 15 جنيه، ده غير البقشيش طبعا. بقشيش ايه يا عم؟ الزبائن كلها شكلهم على الحساب. يا عم انت ولاد حتتنا كلهم فييسه. المهم بقى مين المعلم صاحب القهوه اللي هيحاسبني؟ صاحب الكازينو يا عم، راجل من بنها اهو جاي اهو. بالراحه. السلام عليكم يا معلم عبدو. انتوا مين؟ يلا كمان. استنى بس يا اخي، انا كمان قطب يا معلم. ازيك يا استاذ؟ وده جود اخويا وصاحبي اللي كلمتك عليه عشان يمسك الارضيه بتاعت القهوه. هنروح يا ابن المعلم زكي استلم منه المال. ماشي يا معلم. فين معلم زكي؟ تعالى ورا المكتب اهو، خش عليه. صباح الخير يا معلم زكي. انت لابسه ايه؟ لابسه ايه؟ خالص. معلم زكي. طب خش جوه. ايه؟ ولا امشي يلا. هو ده المعلم زكي؟ هتعامل معاه ازاي ده؟ يا عم انت ظبطه ولغيه، ده الوريث الوحيد. ظبطه ظبطه، خش. هظبطه ماشي. ايه لابسه ايه؟ بنتي كاملة يا تي 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 يا تي، عسل والدها حلوة والنبي عسل 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 عسل. بقول لك ايه؟ اخد حبة مرك؟ مرك ايه؟ انت عبيط ولا ايه؟ انت بتاخد حبة لب؟ هات حبة لب. خد حبة لب. بص انت تاخد حبة لب وانا اخد حبة مرك، حبة حمراء وحبة خضراء. ازعج انت بقى. انت عبيط؟ انا عبيط. وده اخر النهار حاسبه ازاي بقى؟ يا عم جولة تعالى يعني انت هتغلب. لا غيب الطريقه، حاجه رشيشه بنص جنيه، اي حاجه سخنه بجنيه. والحاجه الساقعه؟ مفيش هنا حاجه ساقعه. ليه؟ الزباين بتضرب بعضها بالازايز. جبت لك يا عم اقول لي شيل عنك الارضيه، تعال. الله يجيت في وقتك يا عم، ده انا عندي مشوار. خد البس. ماشي يا عم. سلام يا سلام. مبروك عليك المرياله يا جودة. ايوه جاي. انت جبت الواد كام منين يا حنفي؟ ما انا جايبه قصادك بالكوتشينه. لا انت حرامي يا حنفي. انا حرامي؟ انت كل مره تتغلب وبوله هتدفع المشاريب يعني هتدفع. انا الطلاق ما هدفع حاجه. عليك الطلاق ده انت دافع ورجلك في رقبتك. ولا ايدك يضلع تعالك يا كداب ياد ولا تعرف تعمل حاجه. ياد انت بق. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ ايه يا ابو الكباتن ده ينفع كده؟ لو سمحت المشاريب بكام؟ 3 جنيه. طب وتقتل صاحبك عشان 3 جنيه؟ قتله عشان هو بسجاره، في حاجة؟ لا لا لا، حقك عليا. حاسبه قبل ما يفرفر. ماشي يا باشا. هم دول الفييسة يا كمال؟ يا كمال. شغال عبيط. ماشي يا معلم، وعندك واحد قديم وغساله. السلام عليكم. الله مين؟ سبحان الله. لا لا جوده حبيبي، انت لسه عايش يا جوده؟ تصدق وتؤمن بالله؟ لا لا الكل كان بيقول انك مت وانا قلبي كان بيقول انك عايش. الله يكرمك. الحمد لله بالسلامه يا حبيبي. طمني بقى، مفيش اخبار عن وفاء والواد؟ مفيش اخبار ازاي يا راجل؟ دخلوا قال على الكرسي.
اقعد يا جوده حبيبي. طب رايح بالي بقى، الله يريح بالك. هما فين؟ وفاء في الكويت دلوقتي، بقى لها فوق عن سنه. بتعمل ايه في الكويت؟ بتشتغل في التطريز. ما هو بعد ما جالنا خبر موتك يا جوده، والله زعلنا عليك. المهم اتعلمت بقى اخويا التطريز، وبقت تعمل بقى الفساتين بتاعت الافراح الغاليه قوي دي. طب معاش تليفونها ولا عنوانها ولا اي حاجه؟ والله من وقت للتاني بتكلمنا عن محمود، وساعات على الموبايل، بس ما بيطلعش رقم يا اخي، بيطلع كلمه مكالمه. طب الواد معاها؟ الواد معاها. امال هيروح فين؟ امال هي بتعمل كل ده ليه يا جوده؟ ما هو عشان الواد. ريحت قلب، ربنا يريح قلبك. دي هتفرح قوي قوي يا جوده لما تعرف انك عايش وانك رجعت مصر. يا رب. هتسيب السماعه من هنا وعلى اول طياره من هنا. دي بتحبك حب يا جدع. بس انت صحيح عايش يا جوده ولا انا بتهيألي؟ لا متهيألك. انا بقول كده برضه. ده عجلات دماغ مفسيه. يا جوده اصحى يا جوده. لا ويابا. ايه في ايه؟ ابوك يا جوده. ابوك. ابويا ماله؟ مات تاني؟ الحكومه عطيت التربه على دماغه. ليه؟ عمل ايه وهو ميت؟ ومن اخويا العيله كلها بره. عيله مين؟ عيلتنا يا جود. عيلتنا؟ واحنا لينا عيله؟ ايوه، عمك سعيد وعمتك جمالات وبناته. انا عمري ما شفتهم. ما هم كانوا كل مره قبل كده وانت مسافر. يا خرابي. السلام عليكم. ابدعوا يا حبيبي. حبيبك مين يا عم؟ وانا اعرفك. الدنيا تلاقي يا اخويا. بس بقى يا اخوان. انت عمتي صح؟ نفس مناخير ابويا ودقن، الله يرحمه. ربنا يرحمه يا اخويا، ربنا يرحمه. خير يا عمي؟ الجواب جالي من المحافظه، ولك لازم تاخد التربه في الايام دي، والا اللوضه هسوي العم بالتراب. اخد التربه ليه؟ هي التربه دي مش ملك؟ ملك طبعا، دي بتاعت جدي اللي هو ابو جدك. ما هي ملك، هيدوها ليه؟ بيقولوا ناس كبار برضه حدها له وبيعملوها مشاريع استثماريه. ايه يعني بقى المطلوب مني انا؟ يا ابني انت راجل العيله، وبنات عمك وبنات عمتك ما لهمش في المشوار ده. وانا بقى اللي راح للتربه. وهينزل معاك عبد صالح التربه، وهيقول لك الرجاله فين والستات فين. صباح الخير يا عم صالح. صباح الخير يا جوده. ايه اللي بيحصل ده يا عم صالح؟ زمن العجل، عشنا وشفنا، حتى الاموات باعوهم. زمان كان الموت ليه حرمه، انما تقوليه روح يا ابو روح، روح لم العيله قبل ما اللودر يخش عليهم يطحنوا في التراب. طب ممكن تقوم معايا؟ عشان عايز ارول كل واحد لوحده في اللزاق ده، وانت اللي عارفه. هم قد ايه؟ ده انا طلبي برنس. شفتني قمت مع حد من اللي حواليك دول؟ لا بلد. بلد بس بشتغل بمزاجي. انما اقول لك ايه بقى يا جوده، ابوك الله يرحمه كان حبيبي وصاحبي. الله يرحمك يا مصري. وحدود. لا اله الا الله. كله من عليا يا فادي. ايه ايه انت بتعمل كده ليه؟ لان كله فادي. بيت امك يا عمي. اموات بتوصل اموات يا عم. وطي صوتك الله يكرمك. ايه